أنا ذكرت لك مثال حتى توصلك المعلومة بشكل أوضح. أستعمل إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي وضعها في المربع. ذكر لك أول مثال اللي هو رقم 1، خلينا نشوفه مع بعض. سالب 12 والخمسة، بنلاحظ انه سالب 12 كونه سالب. حكينا اعطينا قرانا لك معلومه من شوي انه الاعداد الموجبه دائما اكبر من الاعداد السالبه، دائما قيمتها اكبر. اذا لما بشوف عدد سالب وعدد موجب اكيد العدد الموجب هو الاكبر، اذا الخمسه اكبر من السالب 12. نيجي للمثال الثاني، سالب 8 وسالب 19. بدي اشوف مين اللي بيبعد اكثر عن الصفر ومين اللي بيكون اقرب. اللي بيكون اقرب من جهة الصفر ايش هو؟ السالب 8. اذا السالب 8 اكبر من السالب 19. ليش؟ لانه السالب 19 ابعد عن الصفر. حكينا كل ما ابتعدنا عن الصفر من جهة اليسار بتكون القيمة اصغر. اذا السالب 8 اكبر من السالب 19، انه السالب 8 هي الاقرب للصفر، هي الاقرب للصفر. نيجي للمثال الثالث، بالصفر والسالب 9. الصفر والسالب 9 بنلاحظ انه عدد زي ما احنا شايفين دائما الصفر اكبر من السالب 9، لانه عدد زي ما احنا شايفين الصفر اكبر من السالب 9، السالب 9 بتكون قيمته اقل، اذا الصفر اكبر من السالب 9. نيجي لاخر مثال اللي هو 4، السبعة والقيمة المطلقة لسالب 7. ركز معي كثير منيح، حكينا القيمة المطلقة للعدد دائما شو مالها؟ اذا كانت سالبة بتكون موجبة، واذا كانت موجبة بتضلها موجبة. القيمة المطلقة لعدد سالب 7 اللي هو كم؟ حكينا 7. ليش؟ لأنه ببعد 7 وحدات عن الصفر. إذا السبعة شو مالها؟ بدها تساوي السبعة. إذا السبعة تساوي القيمة المطلقة للسالب 7.